مشاهدين تتبعي قناة شوف تيفي قناة الشعب، اهلا ومرحبا بكم في البث مباشر من مدينة طنجة. اذا كيف ما كتلاحظوا معنا وكيف ما كتشوفوا معنا الشاطئ اشقر اللي عامر بالزوار، اللي عامر بالمصطفين والمواطنين اللي جاوا اليوم للبحر باش يتبردوا ويبدلوا الجو واحد شويه، بحكم ان ما كنعرفو جميعا اليوم خرجت واحد الدرجه ديال الحراره اكثر من البارح، لان درجه الحراره ماشي كتزاد كل نهار، ولكن اليوم اكثر من البارح، درجه الحراره اللي كاينه اليوم اكثر ديال البارح. كيف ما كتلاحظوا معنا الشاطئ اشقر كيفاش عامر بالمصطفين وبالزوار، وبالنسبه كاين اللي كيعوم في الرمل كاين اللي كيعوم في الحجر، بحال اللي كنعرفو معنا ان كاين الشباب كيعوموا في الحجر بحال هذا، لكن كتلاحظوا معنا على ان هنا كاين شباب اللي كتبحر في الحجر اللي كتعرض راسها من الخطر. هنا في كتكون السباحه خطيره، هنا اخطر بلاصه ممكن انك تعوم فيها هي الحجر، ممكن انك الله يحفظ تمشي تضرب راسك في شي حجره، رجليك يديك ولا الله يحفظ شحال من واحد كيضرب صراطو كيبغي يغطس غير شويش كيمشيو كيعكل بين الحجار نتا حيت اللي ممكن ان كيجبرش كيفاش انه يخرج راسو من كيحصل بين الحجر الله يحفظ. اذا كيف ما كتلاحظوا معنا وكيف ما كتشوفوا معنا فالشباب هنا كيتبحروا وباقي العديد من الشباب اللي هوادين في هاد الجبل هذا كيعودوا في هاد الجبل هذا باش يوصلوا لديك الحجره تحت باش يتبحروا فيها ويتبردوا، في ظل ان كاين اللي الشباب اللي كتسمى الطاجين حاولوا نقربوكم ليها اكثر. كتشوفوا على ان كاين شباب هنا كاين اللي كيتصاد كاين اللي كيوجد الطاجين، هو تما جوج شباب هو الصديق ديالو كيعدلوا الطاجين. اذا كيف ما كتلاحظوا معنا كاين شباب اخرين يلاه هوادين من هنايا باش يتبحروا حتى هما اللي ماشيين بجدة فاس ديال البحر. إذا الكل اليوم درجة الحرارة اللي مرتفعة خرجت المواطنين الطنجاويين من المنازل ديالهم، حتى الزوار ديال المدينة حتى هما خرجتهم من المنازل ديالهم. إذا كيف ما كتلاحظوا معنا في هذه الحجرة هذه وكيف ما قلت لكم على أن كاين شباب اللي كتعرض راسها من الخطر باش تبين على المواهب ديالها يعني الطريقه ديال الصراط. اذا كيف ما تبعوا معنا حاليا كتلاحظوا على ان واحد كيحاول انه يا ماشي تنقذ الله يحفظ اللي ممكن ان تكون خطيره عليه، نسال الله السلامه والعافيه والله الله يهدي الشباب والله يرد بهم، ونتمنى انهم يبقاوش ما هو غير ما بحال اللي كنسمعوا مع شي ناس كبارين كيقول لك اللي على برا الماء مالح واللي داخل الماء مالح، يعني لا فرق بين على برا ومن بين من داخل، يعني ما كاينش شي فرق بيناتهم، ماشي تعوم عوم بالرد بالدلجه ونشط وسير في حالاتك عادي بلا ما تحاول انك تكون مبدع في الصراطوز ديالك. في ممكن انك تضرب صراطو ولا جوج وعادي، لا داعي لانك تكون مبدع اكثر من القياس. اذا فين تيدار ديك الشاب اللي الله اكبر. اذا كيف ما لاحظتوا معنا الطريقه اللي تسيب منه والعلو اللي تسيب منه كيفاش كان، فراك لاحظوا لانه هو خارج الحمد لله منين داز الطريفة بحال اللي كيقولوا. الانسان ما يحاولش انه يعرض راسو للخطر. اذا كيف ما كتشوفوا لان الشباب هنايا كيحاولوا انهم يبينوا المواهب ديالهم، الطريقه ديال سراطوس اللي كيقول لا بلانشا اللي كيقول الصمطة اللي كيقول الحوت اللي كيقول بومبا، كل واحد كيفاش كيسمي الطريقه اللي
اللي كيتلاح بيها في البحر. كيف ما كتسبعوا معنا، لان العديد من الشباب كاين هنا اللي كيبدعوا في سراتوس. اذا كيف ما كتشوفوا باقيين الشباب اللي اصلا هما كيتزادوا حاليا، اللي كاين اللي طلعوا هنا فين يرتسحوا شويه ساعه عاد يرجعوا باش يتلاحوا، وكل واحد وكيكون مبدع في الطريقه اللي بلونجي. كل واحد كيبدا في الطريقه اللي كيتلاح بها، اي اللي كيتسيب بها وكيتسوطا بها في وسط الماء. يعني سراطوس حنا كنقولوا في الشمال ديال سراطو، يعني كل واحد وسراطو ديالو كيفاش عامل وكيفاش كيسميه، بحال الانواع ديال السباحات اللي كل واحد كيفاش كيسمي السباحه ديالو. كاين اللي كيقول لها العمد الميات، كاين اللي كيقول العمد الكلب حاشاكم، كل واحد وشنو كيسمي الطريقه ديال العمد ديالو. عاود كتلاحظوا معنا هنا شباب باقي كتهود، باقي شباب كتزاد شويه بشويه، واحد مر واحد كيتزاد، ظل ان كاين هنا هاد البلاصه هذه اللي فيها هاد الشباب هادو اللي كيحاولوا انهم يبدعوا في الطريقه اللي كيتلاحوا بها. كيف ما كتسبعوا معنا حاليا، كاين هنا في الشاطئ مصطفين اللي جاو كيجيو وليداتهم باش ويمشوا في حالتهم بالسلامة والأمور هانية والحمد لله. يعني كيجيو تشالي، حنا كنقولو تشالي، يعني كيجيو تشالي باش يعوموا وباش يتبردوا. كيف ما كتشوفوا معنا على هنا المصطفين جالسين كيستمتعوا بالرياح اللي كتهب حاليا حدا على الشاطئ. بخار. إذن كيف ما لاحظتوا لان كاين مصطفين اللي ماجين كيعوموا عادي كيتبردوا كيستمتعوا بالشاطئ، ظل ان كاين هنا شباب اللي حتى هما كيستمتعوا، ماشي ما كيستمتعوش، كيستمتعوا بطريقه كتشكل خطر عليهم، الطريقة اللي كتشكل خطر عليهم، اللي هما اصلا ما غيحسوش بالخطر حتى كيتقاصد شي واحد او اللي كيتضرب شي واحد ولا كتبقى شي واحد شي حاجه عاد كيحسوا بالخطر. يعني كيف ما كتشوفوا الطريقه اللي كيتلاحوا بها والعلوم اللي كيتلاحوا كيفاش عامل. فرا في الاول كان شخص واحد هو اللي طلع تماياك هو الاولاني، فحاليا كنشوفوا على ان ثلاثه وباقي واحد هو تزاد، لا كنشوفوا اربعه، واحد زاد عليهم هو يعني تلاح الاول وبقاو ثلاثه، وتلاح الثاني دابا وبقاو جوج، وحاليا كنشوفوا على ان واحد راه تزاد معاهم، يعني كان واحد في الاول من بعد جا رجعوا اربعه، دابا حاليا تزاد واحد اخر اللي هو خمسه، وكلهم كيحاولوا انهم يبدعوا في الطريقه اللي كيتلاحوا بها. إذا لاحظتوا أن هما كيتلاحوا بين جوج حجرات، وحدة على اليمين وحدة على الشمال ديالهم، يعني كيجيو بين جوج حجرات. الله يحفظ، يجي شي واحد راسو في شي حجرة تمايك اللي ممكن أنها تفضي بأنه يطيح جوج تهاميدة مع الطيحة مع إنا لله وإنا إليه راجعون. الله يحفظ، ما نتمناوهاش ليه ولا ليهم ولا نتا شي واحد ما نتمناوها له، ولكن حتى هما خصهم يعملوا الحيطه والحذر، وكيشوفوا ان بلاصه خطيره، وكيشوف الحجره اللي كيتلاح منها نتا حيت كاينه حجره وكاين جوج حجرات، وحده على يمينه وحده على شماله،
فكيحاول انه يقلد الاصدقاء ديالو اللي كيشكلوا الخاطر اصلا على راسهم وكيبقاو يزعموا في بعضيتهم واللي كيكون ضحيه في الاخر هما الوالدين. الوالدين هما اللي كيتحملوا المسؤوليه ديال اذا مشات تقاص شي واحد في هاد الوليدات هادو اللي كتجبرهم في الاصل هما الاغلبيه ديالهم او نقول احنا نقدر نقولوا كاملين بهم كيجيو بلا اخبار والدين. كيف ما كتشوفوا معنا يعني باقي كيفكر الطريقه كيفاش غيتلاه. كيف ما كتشوفوا معنا كاين شخص ها هو تزاد اخر ها هو حتى هو ولكن هذا باللبسه ديالو كنظن على انه ها هو يصيد ديك الصياده اللي كيغطسوا الصياد الغطاسين اللي كيغطسوا وكيصيدوا من تحت الماء. لان انتم كيف ما كتلاحظوا معنا على ان شباب اخرين اللي ماجيين كيجريو باش حتى هما يستمتعوا ب السباحة في هذه الحجرة هذه كيف ما كتشوفوا حتى هما ماجيين كيجريو باش يستمتعوا بالسباحة في هذا المكان هذا. شفتوا ديك التيبة اللي هي وحدة الحجر واش اللي كنقول من الصباح كنقول لك راه كيتسيبوا بين جوج حجر وحدة على اليمين وحدة على الشمال وحدة تحت من يعني هو خصو يجيبها بيناتهم إذا ما جاوش بيناتهم كيجي وسط الليل يجي عند الله الله يحفظ الله. المشكلة الوالدين هما اللي كيتحاملوا مسؤولية هذا الشيء هذا راه كبار إلا دابا مش عارف الله ما عارف يجي تلعب نسأل الله السلامة والعافية ونتمنوا أنهم يدوزوا النهار ديالهم مزيان وما توقع لهم حتى شي حاجة الله يحفظ. ومن هنا كنقول لهم الصحة والراحة وكننصحوهم هما ولا كاع الشباب اللي كيمشيو للبحر لا الناس كبارين لا صغارين كاملين حاولوا انكم تشوفوا تستمتعوا بالبحر تعوموا بالرد صلاه على النبي وبلا ما تحاول انك تكون مبدع اكثر من اللازم. حقاش الابداع عنده بلايصو يعني كاين بيسينات كاين بلايص فين فيهم ديك الشيء ديال السباحه منين تصارطي منين تتلاح بواحد الطريقه اللي كتكون يعني فيها السلامة وفيها تما كتجبر الناس الوقاية اللي حتى الله يحفظ إذا مشات وقعت لك شي حاجة كتجبر شكون اللي يسعفك بسرعة. إذا المشاهدين المتتبعين قناة شاب كنتم معنا في هذا البث المباشر من مدينة